وبالتالي ينظم هجمة كانت بواسطة يوسف الجبلي. كرة ملعوبة للأمام، لاعب فارق في مصر، لكن هذا رايحي يحاول يتقدم، وكرة خطيرة، هي جول، هي جول، الله يا الباطن، الله يا محمد يا رايحي، مر وتقدم مجهود خرافي في الكرة الماضية، صوب كرة على يمين حارس المرمى، وأكثر من تقدم رائع جدا بمجهود فردي ولا أروع. رايحي راح في الكورة، راح في الكورة أمام مروان سعدان، مر بمهارة وبالتالي تقدم وتقدم للأمام، وضع الكرة في الزاوية الصعبة على يمين حارس المرمى مكسيم جوبال. جول بطناوي، الله على التحرك الجميل، الله على اللمسة المتقدم معها. إيفر بانيجا، والكرة ترسل إلى يوسف الجبلي، نقل الاتجاه إلى الجانب الأيمن، السلام موجود الآن من محمد رايحي، يحاول يتقدم، يمر بشكل ممتاز ويسدد. أوبو أوبو، قذيفة قذيفة من محمد رايحي في شباك الشباب. شوف الاستلام، شوف المحاولة، شوف المرور، شوف التقدم على طول. أوبو، الله على اللمسة، الله على الكرة للباطن، هدف أول بشكل أكثر من رائع إلى جانب عناب الزير، محاولة تعود الآن، وكرة بالرأس، جول أول لأولاد الحفر، 1-0 للباطن، 1-0 للباطن، سجل مكان، لاحظ الكرة، لاحظ اللمسة، الهدف المبكر الذي حضر في شوط المباراة الأول، شوف الكرة من جديد، لاحظ الأوفر، لاحظ العرضية، لاحظ الرأسية على طول في المرمى، الكرة من الرياحي إلى مرمى فيصل مسرحي، 1-0 في المباراة، 1-0. يستلم، يحاول الشمري، وبوشة الانطلاقة لعبد الملك، عبد الملك في عرضية، جول، الله الله الله، رايحي محمد رايحي للباطن، عرضية نموذجية من عبد الملك الشمري، شوف العرضية من الشمري، يا سلام يا سلام يا رايحي، يا سلام يا رايحي، هدف من محمد رايحي من الخلف، أتى وسجل راسية جميلة على يسار ماكسيم راي. Daar staat Van Eyma verkeerd en dan houdt Van Eyma vast, gaat Raï door en schiet hem erin ook. Heerlijk afgemaakt. 2-0 Sparta en de man van Rus is bij de 1-0, maakt nu zelf de tweede. Van Eyma staat niet goed. En dan is het toch ook de klasse van Raï om hier door te gaan. Want hij wordt vastgehouden. Maar Raï blijft op de been en maakt hem ook nog eens fantastisch. Burnett twijfelt veel te lang. Verspeelt de bal aan Raï. Aardige dribbel. Raï en goal. Schitterende actie. Mohamed Raï. En het staat 2-0 voor Sparta. Hij heeft wel de overtuiging om voor die actie te gaan. En rond het dan geweldig af. Net als bij de openingstreffer gaat er wel een fout van Emmen aan vooraf. Nu is het niet Heilen die erg onhandig is, maar Burnett. En Raï scoort en maakt zo zijn 7e doelpunt van het seizoen. Veldwijk gaat, er staat geen buitenspel. Raï sluit aan. Hier zou het in kunnen zitten voor Sparta. Raï, zo, wat heet. Schitterende goal van Raï. Weer terug naar een hamstringblessure. Hij zet Sparta op 1-0. Prachtig doelpunt. Slim weggelopen door Veldwijk op het randje van buitenspel. Doet de spits de knap. Fraai. Hilal Dervişoğlu. Raihi. Dit zou de kans voor Sparta kunnen zijn. En dit is gelijk de goal. De eerste kans voor Sparta is gelijk een goal. Mohamed Raihi met een 0-1. Tja. Over effectiviteit gesproken zeg. 25 minuten lang zie je niets. En ineens zit hij erin. Raï. Goede versnelling. Raï kijkt. En Raï doet het zelf.
Dat kan natuurlijk ook. Zijn tweede van de avond, zijn elfde van het seizoen. من الوحده ياتي بمركز افضل من الوحده الحديث ياتي عن المركز التاسع نعم ياتي تاسعا في جدول ترتيب الدوري وبعد مرور خمس جولات وبنقاط السبب جاء بها الباطن وهدف اول نعم 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 هدف اول فابيو يعطي التقدم للسماوي هنا في مرمى الوحده ويؤكد الأفضلية بمال حضوره على إكمال تميزه هذه الكرة الخطأ حاضر الكرة افتكت بعد ذلك وصلت لدى فابيو وجاء بها في شباك ومرمى الوحدة الوحدة يعاني الأحمر لازال في سبات والسماوي موجودة من محمد أبو سبعان إلى خارج الملعب ما زال الباطن في البحث ما زال باطن في التقدم عرضية ممتازة راسية الله متتالية في بطولة الدوري لكن عندنا كرة أمامية الآن ورايحي يحاول وتغطية موجودة عليه وكرة عرضية خطيرة الله الله ليس التمرير في ما بين المدافعين كرة إلى محمد رايحي محمد بمر محمد بمرر الكرة إلى أبرو هذا أبرو هذا أبرو وفابيو الله حاول شبابية نواف لا زالت مستمرة الكرة بعد ذلك تعود واصلة بالوسط لدى ركان الشملة مجهود فردي انطلاقة مهارة لا زال يملك كرته عمل كبير محاولة للتمرير واصلة من فابيو حظ على كرته كرة منقولة على الجهة اليسار رايحي يحاول يمر يا سلام يتلاعب بخط دفاع فريق الفتح وارسال الكرة العرضية كرة تتهيأ فهد الشملي ثاني يوسف الجبلي والجبلي ينقلها للأمام وكرة توصل رايحي يحاول يتقدم هنا للأمام تقدم للباطن وكرة ملعوبة لكن كرة توصل خطيرة جدا رايحي يوسف الجبلي مرة ثانية مع كرة يوسف خطير يوسف رايحي يحاول يمر رايحي يمر رايحي يمر على اليمين وكرة ملعوبة خطيرة ماكسيم كوفال على دفعتين كرة خطيرة جدا كانت في اللقطة الماضية افتتاح الهجومي بالنسبة ليانيك فريرا مثل ما هو الحال لجاريدو عند يوسف الجبلي كرة ضيف الله القرني كرة توصل يوسف الجبلي علي ياخذ كرة علي مرة ثانية يلعبها ضيف الله القرني خطيرة جدا رايحي يحاول يتقدم وبالتالي مور ويلعب كرة قوية جدا دقيقة عمل ممتاز لكن هذا العمل ممتاز من جانب محمد رياحي ينطلق للأمام ويمر الكرة في مكان جميل يوسف الجبلي يعرف هذا الملعب جيدا والذي صال وجال مع الوحدة على أرضية هذا الميدان الكرة تعود الآن من جديد لكن الكرة تتخلص من دفاع الباطن تمشي الكرة إلى رايحي نقل الاتجاه إلى الأمام كرة مرة ثانية في المنتصف رياحي خطير جدا رياحي يبحث دائما عن يوسف الجبلي راح يمرر الكرة ليوسف الجبلي يا عناصر الباطن محمد رايحي يمرر إلى جهة اليمنى فهد الشبري يحاول مرور فهد الشبري يمر صالح لكن تماشة دفاعية غير عادية من ريناتو من جوليو أو إيغور روسي تلعب الكرة عند صالح العباس خطف إلى محمد رايحي يلعبها في الجهة اليمين تناقل الكرة ممتاز بين لاعبي الباطن السماوي في التقدم في نايف الماس براسه سهلة عند محمد رايح محمد يلعبها الى يوسف على الطويلة استلام من رومان مقطوع الكرة من لاعبي الحزم من لاعبي الباطن واصدق حلمان يخطف كرة تام يتقدم محمد رايح يرسل الطويلة هناك عند الشمر استلام كرة ملعوبة فيها يمر لكن خالد صلوقي لم يقل شيء ابدا في الكرة الماضية وكرة ترتد مرة ثانية للخطير للرسام في وسط الملعب يوسف الجابلي مرة ثانية للامام توصل في مكان ولا اروع الكرة ملعوبة للأمام كرة مرة ثانية لمصعد فابيو يحاول يتدخل رايحي يتدخل من أمام جوفينكو لكن يبعد الكرة إلى الأمام مباراة سيدر ميخاني لكن على الجهة اليمنى الآن انطلاقة سريعة للباطن وتمريرة ممتازة وعرضية من الرمية الجانبية للباطن حاول تمر الآن لرايحي يحاول فيها ينقل الآن للسماوي الكرة في وسط الميدان إلى رايحي محمد رايحي الذي تبعد وتتخلص وتعود إلى رايحي
أو المرور يمر بشكل ممتاز، والكرة إلى النصر سبعة، ومن الشباب أربعة أهداف. كرة تعود إلى الرايحي، يحاول التقدم، يبحث عن المرور، ينقل كرة إلى الجانب اليمين، استلام كرة. أكثر الأوقات التي يسجل فيها الاتحاد كانت الربع ساعة الثانية في شوط اللقاء الأول والربع. محمد رايحي يحاول مرور، يتقدم في هذه اللقطة، يعدي بشكل ممتاز ويسدد، والكرة تبعد في الأخير، تبعد على دفعتين من مزاد الفريح، والمحاولة تتخلص من محمد رايحي. مشت الكرة بطراوي الآن، رايحي يحاول، طبيعي الباطن يسيطر، طبيعي الباطن يتقدم على الكرة، تلعب الجبل جهة اليسار، رايحي يستلم، رايحي يحاول أمام مراد باتنا، يمر رايحي، محمد يلعب الكرة البطولة الآسيوية، الشامبيونز ليج الآسيوي، البطولة الأهم في القارة الأكبر. اللاعب المدافع المميز إياغو دو سانتوس، هنا الكرة في الجهة اليمين، مرور ممتاز، مرور رائع من محمد تيليا. هذه المباراة غائب تماما، الجوهرة البرغوايانية لم تظهر في هذه المباراة حتى الآن بمستوى ممتاز. إلى محمد رايحي يحاول مرور، يمر محمد، يعدي محمد، يا سلام يا محمد إلى زكريا، الله عليك، رائعة جدا التغطية من لاعبي باطن. هنا الكرة المرتدة عند محمد رايحي، واحد من نجوم الشوط الثاني، وستكون الكرة بالرأس من أحمد عسيري، تعود الكرة إلى محمد رايحي، ينتظر على كرتا، يقف على كرتا، يمر، يتقدم يوسف الجبل، انطلاقة ممكن معاه، كرة يهيئ كرة مرة ثانية، خطيرة جدا، خطيرة للباطن، رياح يصوب، الله خطير الماسي مع مجريات الشوط الثاني، ترسل الكرة الطويلة، فابيو في التحضير، تصويبة من محمد رايحي، الشباب والكرة نفذ زيد الموارتي بقبضة اليد في توقيت مناسب، رايحي بالقدم اليسرى بدورة إلى رايحي، رايحي في حالة الهجوم، رايحي يتقدم ويسدد، والكرة سهلة إلى فوق مرة ثانية، فك كل هذا الحوار، الشملان لعب كرة للأمام، محاولة تسديدة جميلة جدا، جميلة، كرة ضعيفة جدا، الرياح الآن قوية باليمنى، ومصطفى ملايكة على مرة